السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط. إن شاء الله اليوم راح ناخذ الموضوع الأخير الخاص بالوحدة الثالثة، اللي هو موضوعنا الباست سمبل، اللي هو زمن الماضي البسيط. قبل ما نطب الموضوع أريد أعرف شنو يعني زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط هو عبارة عن حدث أو نشاط أو فعل معين حدث وانتهى في الماضي، يعني شيء صار بالماضي وانتهى. هذا الماضي سواء كان قبل دقيقة، قبل ساعة، قبل يوم، قبل شهر، قبل سنة. فهمنا؟ زين، هسه اريد اعرف الدلالات اللي من خلالها راح اعرف هذا اي زمن. استاذ يعني شنو دلالات؟ مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة بزمن المضارع البسيط اخذنا دلالات خاصة بالمضارع البسيط، قلت لك لما اشوف ذني الدلالات راح اقول بين هاي الجملة بزمن المضارع البسيط. هنا نفس الحالة، عندي ثلاث دلالات: yesterday و ago و last. ذن الكلمات لما اشوفهن اقول هذا زمن ماضي بسيط. زين استاذ، هذه وين موقعها؟ موقع هذه الدلالات نهاية الجملة. ذني وين يجني؟ نهاية الجملة. هسه اريد اعرف قاعدة الماضي البسيط. قاعدة الماضي البسيط اللي هي كل ضمائر الفاعل، شنو ضمائر الفاعل؟ قلنا هي she it they we you I. شو يجيني وراهن؟ الفعل يكون يا اما بي اي دي او يكون شاذ زائد تكملة. الشاذ انا ايدي اعرف، بس شنو الشاذ؟ احنا عندنا 100 فعل شاذ. ذن الافعال الشاذة ما راح مختلات عن القاعدة، يعني من نريد احولهن للماضي ما يصير اضيف لهن ايدي، وانما راح يتحول شكل الكلمة. فهمنا؟ زين الشاذ اني وانا القاها الافعال الشاذة، انا نزلتهن على قناتي على تليجرام، راح احط لك هذا اليوزر، مجرد ما تكتب على البحث مال التليجرام راح تطلع لك قناة التليجرام من خلالها تقدر تلقى الافعال الشاذ. انا منزلهن بس مو كلهن، منزل الكلمات الشائعات كلش، تقريبا 50 إلى 55 فعل شاذ. فلاني اريدك تضبط لي اياهن مثل اسمك، لان اذا ما تحفظهن ما راح تقدر تحدد زمن جملة، ولا تقدر تحول من اثبات الى نفي، ولا من اثبات الى استفهام، لان راح تحتاجهن كلش، ومهمات كلش كلش، واساسك باللغة الانجليزية. زين، خلينا ناخذ امثلة ونشوف. يقول he wrote the letter last week، هو كتب الرسالة الأسبوع الماضي. هنا أنا عندي دلالة زمنية، أي باوع last، هذه دلالة زمنية، وهنا أنا wrote جايتني من write بالمضارع، wrote ماضي، wrote ماضي كلمة write، واضح؟ اثنين they stopped the car yesterday، هم أوقفوا السيارة أمس، yesterday هنا أنا ضرب دال على الماضي البسيط، إجاني نهاية الجملة، هنا الفعل شبيه B-E-D. 3. She helped her mother. هي ساعدت أمها. هنا أنا ما عندي دلالة زمنية، بس هنا شنو عندك؟ عندك الإيدي، هي دلالة زمنية على الماضي البسيط. انتبه، إذا ما جاب لك دلالة زمنية فراح تقدر تعرف زمن ماضي من خلال وجود الإيدي أو بتحويل الفعل إلى صيغة الشاذ. نمبر 4. They went to school last month. هم ذهبوا إلى المدرسة الشهر الماضي. هنا أنا عندي went ماضي كلمة go، عندي لا دلالة زمنية على الماضي البسيط. Number 5. علي and نور، علي ونور studied together last year، درسوا معا السنة الماضية. هنا عندي ed، هنا عندي دلالة زمنية اللي هي last. من خلال ذن الأمثلة شفت أهمنا الدلالة وين تجي؟ نهاية الجملة، وفي حال ماكو دلالة زمنية راح أعرفها من وجود الإيدي. زين، أريد أعرف النفي والاستفهام بزمن الماضي البسيط شلون يكون. قلت لكم بالمحاضرة السابقة، قلت لكم عندنا زمنيًا زمن المضارع وزمن الماضي ما راح يكون بيهن فعل مساعد، أنت راح تخلي الفعل المساعد حسب زمن الجملة. فقلنا يكون النفي بإضافة نوت للفعل المساعد، هذا الشيء احنا متفقين عليه. لما يقول لي انفي الجملة راح اضيف نوت لمن؟ راح اضيف نوت للفعل المساعد. ملاحظة، يقول في زمن الماضي البسيط انت من تضيف الفعل المساعد، لان الجملة المثبتة تكون خالية من الفعل المساعد. قلنا ماضي بسيط، مضارع بسيط، خالي من الفعل المساعد. قلنا بالمضارع البسيط راح تكون الافعال دو وداز، دو للجمع وداز للمفرد.
اما بالماضي خلينا نشوف ايش راح يكون. يقول اذا كان الفاعل جمع او مفرد، يعني في حال كان اذا فاعلي مفرد او فاعلي جمع نضع didn't. راح اخلي اذا كان اذا الفعل المساعد الخاص بالماضي البسيط شنو هو؟ didn't. didn't في حالة النفي، انتبه، مع مراعاة تحويل الفعل من صيغة الماضي الى صيغة المضارع في حالة النفي. ملاحظة ثانية، يكون الاستفهام بقلب الفعل المساعد مكان الفاعل والنقطة الى علامة استفهام. نفس الحالة انا ما عندي فعل مساعد بالجملة المثبتة بزمن الماضي البسيط، فايش راح يكون؟ انت من تضيف الفعل المساعد في زمن الماضي البسيط. يا شنو الفعل المساعد الخاص بالماضي البسيط؟ did، سواء كان مفرد او كان جمع. نفس الحالة انتبه لي، مع مراعاة تحويل الفعل من الماضي الى المضارع في حالة الاستفهام. اذا في زمن الماضي البسيط في حالة النفي في حالة الاستفهام، لما اريد احول الجملة من مثبت الى نفي او من مثبت الى استفهام، راح ايش اسوي؟ راح احول الفعل من صيغة الماضي الى صيغة المضارع، وفي حال اذا كان شاذ فيحتاج ان احفظ الافعال الشاذ. الصيغة الامتحانية راح تكون عندي باو. الجملة الاولى يقول هي رايت ايميلز يسترداي، كوركت، صحح. انا مطيك ملاحظة قايل لك لما يقول لي كوركت صحح، اصحح داخل القوس فقط، انزل الجملة كلها بس يصير شغل على من؟ على داخل القوس. زين، لازم احدد زمن الجملة، هذه الجملة لازم احللها، فمين احللها؟ من خلال الدلالة الزمنية. عدي دلالة زمنية بالجملة ايش؟ عدي يسترداي، يسترداي على يا زمن، هذا دال لي على زمن الماضي البسيط. اذا هذا الفعل بيا صيغة، صيغة المضارع، لازم من يصير؟ لازم يصير بالماضي. ايش راح يصير جوابي؟ he wrote email yesterday. هنا اس، he wrote emails yesterday، هذا مضارع بالماضي، هذا شاذ صار روت. تبي تشوف الافعال الشاذة؟ مو كلهن اضيف لهن ايدي، احفظ الافعال الشاذة، الافعال الشاذة جدا مهمات. باوع الجملة الثانية، you drank much tea، نيجاتيف، سوي الجملة شنو؟ نيجاتيف نفي. اجي انا احدد زمن الجملة، استاذ ما عندي دلالة زمنية، ابغى الفعل drunk جايني من drink، اذا هذا ماضي، من عرفته؟ من خلال الفعل الشاذ drunk، اذا هذا زمن ماضي بسيط. لما اريد اسوي نفي اضيف نوت للفعل المساعد، عندي فعل مساعد؟ ما عندي. الجملة ماضي، الفعل المساعد الخاص بالماضي شنو؟ did. ايش راح يكون جوابي؟ you didn't. وش قلنا؟ مع مراعاة تحويل الفعل من صيغة الماضي لمن؟ الى صيغة المضارع. you didn't drink much tea. Number 3، he spoke English very well. Question شنو معناه؟ استفهام، يعني قاعد يقول لي هاي الجملة سوي لي اياها من مثبت الى استفهام. اجي احدد زمن الجملة، سدان هنا ما عندي دلالة زمنية، ابغى الفعل spoke جايني بصيغة الماضي، اصله شنو؟ اصله speak بالمضارع، spoke ماضي كلمة speak. اذا من خلال الفعل الشاذ، طبعا انا كثرت لك من الافعال الشاذة حتى ابين لك اهمية الافعال الشاذة بتحديد زمن الجملة. باليوم 5 كلمات راح اذا تقراهن راح تستفاد كلش، من ضمنهن راح تفيدك بالمعاني. زين، انا هنا هي سبوك انجلش فيري ويل، قلنا سبوك جايني من المضارع سبيك، اذا حددت زمن الجملة ماضي بسيط. زين، في راح اقلب الفعل المساعد مكان الفاعل، عدي فعل مساعد انا هنا الجملة ما بيها فعل مساعد، انت من تضيف الفعل المساعد؟ الفعل المساعد الخاص بالماضي البسيط يا هو، قلنا did. ايش راح يصير جوابي؟ did he، مع مراعاة تحويل الفعل من صيغة الماضي لمن؟ الى صيغة المضارع. did he speak English very well، والنقطة شو تصير؟ علامة استفهام. Number 4، he go to school last week. correct، صحح. نفس الحالة قلنا، لما يقول لي صحح، اصحح داخل القوس فقط. عندي دلالة زمنية؟ اي عندي، ياهي last week. طبعا لما يقول لك صحيح لازم يخلي لك دلالة زمنية، لان ما يصير يعطيك جملة بدون الدلالة الزمنية، لان ما راح تحتار بين المضارع وبين الماضي.
فإذا هنا لاست دلالة زمنية على زمن الماضي البسيط. إذا هذا الفعل لازم شو يكون؟ لازم يكون بالماضي. جو شنو ماضية؟ ماضية وينت. هي وينت، الجو صار وينت، وكمل الجملة طبيعي وخلي فلصة. نمبر 5، منى تو كير اوف هير سيستر، نيجاتيف قال لي انفي. اجي استاذ انا هنا من انفي اضيف نط للفعل المساعد، وما عندي فعل مساعد. اذا ما عندي فعل مساعد لازم احدد زمن الجملة. زمن الجملة يكون يا اما مضارع يا اما ماضي، لان يعني ذني فقط ذني الزمنين اللي يكون بهن ما موجود الفعل المساعد، فلازم اقول هذا لو مضارع لو ماضي. مين اعرفه اذا ماكو دلالة زمنية؟ اباوع الفعل، فعلي توك جاني من تيك، تيك مضارع، توك ماضي، اذا الجملة بيا زمن ماضي بسيط. اذا الفعل المساعد الخاص بالماضي البسيط يا هو did. ايش راح يكون جوابي؟ منى didn't او did not، مع مراعاة تحويل الفعل من الماضي لمن؟ الى المضارع، didn't take care of her sister. هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. ان شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون الاسئلة الوزارية اللي اجت بالوحدة الثانية. بالتوفيق.